السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أود شكرك دكتور أحمد على هذا الطرح الرائع والتقديم الجيد، الله كل يسلمك. الشكر لك وللدكتور سيف السويدي على هذه الجهود. معكم أخوكم الدكتور غسان عبابنة من دولة الإمارات العربية المتحدة. شرفنا. هنأكم جميعا بهذه المناسبة وهذه الاحتفالية، وأدعو الله تعالى لهذه المنصة التوفيق والازدهار. دكتور اسمح لي في هذه المناسبة كما تهدون الكثير أن أهديكم كتابي الجديد الذي يا صدر سلام. من أيام، ليكون متاح لدعم هذه المنصة بالمجان الكامل. تسلم يا دكتور. فعالية فعالية محاسبة في برنامج تعليم القراءة والكتابة لمراكز محل أمية. أحسنت نعم وأجدت إصدار دراسة جديد ما شاء الله. نعم إصدار جديد من أيام فقط لا غير، وتزامن مع هذه المناسبة السعيدة. يا سلام. يعني برنامج محوسب تم تطبيقه عبر سنوات طويلة حتى خرجنا بهذه الثمرة، ولله الحمد والله والتوفيق. نيابة عن منصة تريد وإدارتها نشكرك حقيقة على هذه الهدية فإن القيمة. شاء الله إن شاء الله سوف أرفقه ويكون متاح لكم جميعا إلكترونيا، وإن تمكنا كذلك ورقيا سوف أزودكم به. إضافة نوعية ومعرفية للمنصة. شكرا لك دكتور على هذه يكون الهدية، وأنت أهل. متاح للجميع. كل فشكرا خير وكرم. لكم، شكرا لكم جميعا. الله يسلمك. مشكور مشكور، بارك الله فيك.